من يوم وعيت على الدنيا والناس تقول لي إني محظوظ، وما كنت أصدق. بجوز تفكروا إنه الناس كانوا مفكرين هيك بسبب الملعقة الذهب اللي خلقت وثمي في واحدة منها، أو يجوز لأني ولدت في قصر كبير كل أحلام الواحد ممكن تتحقق فيه. بس لا، ولا واحد من الأسباب الماضية كان هو سبب هذا الاعتقاد أو إني صدقت إني محظوظ. أنا محظوظ يا إخوان لأني حامل لجواز السفر السوري. لك صدقوني بحكي جد، طيب خلونا نبلش الفيديو واشرح لكم شلون اني محظوظ عن جد. اول ما تخلق في سوريا اهلك بتغمرهم الفرحة، مو فرحة بالقادم الجديد او لانه العيلة كبرت، وانما لانه صار في فرد جديد بنضاف على دفتر التموين. دفتر التموين هو عبارة عن مساعدة من الدولة مشان تشتري السكر والرز والسلع الأساسية مثل الشاي كمان بأسعار أرخص من أسعار السوق. بعد ما تنضاف على هذا الدفتر بتبلش تحس إنك صرت مؤثر، لأنه وجودك صار سبب بزيادة طبخات الرز اللي بتعملها الماما، وكمان بزيادة عدد أباريق الشاي اللي بيشربها الوالد بعد الغداء. أنت بتفكر إنه هذا الدفتر ميزة أو عطية تنزل لك من السماء، بس بعدين بتكتشف انه هذا الدفتر عبارة عن وسيلة مشان الحكومة تذل اهلك فيه. يعني كل ما دق الكوز بالجرة بتقول لك الحكومة احنا بنعطيك دعم ومرخصين لك السكر والشاي، وانت اذا كنت عم بتطالب اشي وبس تسمع هالكلمات بتحس انه خلص لازم تسكت وتفكر بهالنعم الكثيرة اللي انعمت بها عليك الدولة، وانت شلون طلعت نكار للجميل. بس بعد كل هذا التمنين بتحس انه هالبلد مش إلك، وإنك لازم تبدأ تعيش كإنسان سوري حقيقي. والإنسان السوري الحقيقي هو كائن مثل السمك، يعني بيعيش بس في المي. طبعا المي بالنسبة للكائن السوري هي كل مكان في العالم ما عدا سوريا، وحتى تطلع تسبح بالمي وما تموت وإنت بسوريا بلزمك جواز سفر، وهون بتبلش معاناتك مع جواز السفر. طبعا هي ليست معاناة لمرة واحدة، وإنما سلسلة من المعاناة، وأول حلقة بهاي السلسلة هي الروح لعند الجوازات مشان تطلع هذا الكائن الغريب. طبعا لازم تروح وإنت محمل بكومة أوراق هوية أو إخراج قيد عليه صورتك مختوم، صورة شخصية كمان، وكمان بدك موافقة الناس اللي بدك تهرب منهم. يعني على سبيل المثال إذا كنت موظف وبدك تهرب من الوظيفة لازم تحصل على موافقة المدير المسؤول عنك، وموافقة من شعبة التجنيد، وهاي لازم توافق على كل شيء. يعني حتى إذا بدك تتجوز لازم تطلع موافقة من شعبة التجنيد. مش على المعاملة؟ ناقصك عدم مبالغة. كمان هي بدها عدم مبالغة؟ طبعاً أول مرة بدها. كمان بدك إثبات مهنة، وهاي أول مرة صراحة بسمع بهالشغلة، وما بعرف منين بدك تجيبها. بعد ما تقضي فترة طويلة في تحصيل هاي الأوراق بتوصل لعند المرحلة الثانية، وهي مرحلة دفع المصاري. وإذا كنت بتطلع بسوريا فلازم تدفع حسب الموقع تبع وزارة الداخلية 12170 ليرة سورية، وما بعرف شلون وصلوا لهذا المبلغ، لأنه إذا بدك تطلع ببرلين أو خارج سوريا يعني لازم تدفع 270 يورو، وحسب كلامهم طبعا بتحصلوا بعد 21 يوم، يعني بعد 3 أسابيع. طبعا هم هيك بيقولوا، بس أكيد ما راح تحصلوا بأقل من شهرين. وإذا كنت مستعجل كثير فلازم تجهز جيبتك وتطق مبلغ لا يقل عن 715 يورو، والمفروض انك تحصل عليه خلال 24 ساعة. طبعا هيك المفروض، بس انت ما بتفرق معك سواء كنت مستعجل او ما انك مستعجل، لانه ما راح تحصل الجواز قبل شهرين على الميتة. بعد ما تحصل الجواز بتبلش تتساءل شو هالابواب الجديدة اللي راح يفتح لك اياها هذا الجواز، وشو البلدان اللي راح تقدر تطير عليها. وهون الجواز بيفتح لك قلبه وبقول لك بتقدر تسافر لهون. طبعا انت بما انك سوري تفترض انه اول بلدان تقدر تفوت عليها هي الدول اللي على الحدود، يعني تركيا، العراق، الاردن، فلسطين. بس طبعا ولا واحدة من هالدول بتسمح لك تفوت بدون فيزا اساسا، يعني لا العراق اللي عم تحترق من 2003 تسمح لك بالدخول،
ولا الأردن اللي لا هي دولة خليجية ولا دولة أوروبية بتسمح لك بالدخول. وإذا الأردن أكيد ما سمحت لك، أكيد هون كمان تركيا ما راح تسمح لك. وفلسطين طبعا وضعها معروف. طبعا وقتها راح تصير تفكر إذا الجيران ما فوتونا مين راح يفوتنا. هون برجع جواز السفر بفتح لك قلبه وبقول لك تقدر تسافر على هالبلاد: ماكاو، جزر كوك، ميكرونيسيا، مو أندونيسيا، ميكرونيسيا، نيوي، بالاو. وقبل ما تبلش تتسأل شو هالأسامي الغريبة هاي مدن ولا دول، فبطمنك هاي دول، بس حتى توصل عليها بدك تركز شوي حتى تستوعب تفاصيل الطريق. ماكاو تابع للصين، وإذا كان إلى القلب بتروح عليها، خصوصا حاليا مع مشاكل الصينيين مع الإيغور. جزيرة كوك موجودة بين نيوزيلندا وهاواي، ومع أنها هناك بس كاتلهم الجوع. ميكرونيسيا مجموعة جزر بالمحيط الهادئ، بدك تبحث كثير حتى تلاقيها، ووضعهم المادي أسوأ من اللي قبليها. جزيرة كوك، جزيرة نيوي، جزيرة جنوب المحيط الهادئ وهي صغيرة جدا، يعني مساحتها 260 كيلومتر، ومساحتها تيجي بالمركز 187 من أصل 194 دولة، يعني مضافة بيتك أكبر منها. جمهورية بالاو جنوب الفلبين، جزيرة سامو عبارة عن جزيرتين وتقع قريب من نيوزيلندا. تفلو، لا مو بوفلو سائل التنظيف، وإنما تفلو مجموعة جزر في المحيط الهادي بين هاواي وأستراليا. غينيا بيساو أقصى غرب إفريقيا، ووجود دولة بإفريقيا بغني عن تعريفها، كومونولوث دومينيكا، غير الدومينيكان مع إنهن قريبات من بعض. وهي كمان جزيرة صغيرة مساحتها 750 كيلومتر، يعني قد ثلاث مضافات بيتكم. هايتي على حدود الدومينيكان، واثنتين متقاسمات جزيرة وأوضاعهم المادية أسوأ مما تتخيل. الرأس الأخضر عبارة عن 10 جزر بعيدة 570 كيلومتر عن السنغال، وطبعا معثرين مثل السوريين. أما باقي الدول فهي ماليزيا، المالديف، جنوب آسيا، دولة سياحية، يعني أنت كسوري أكيد معثر فما راح تقدر تروح على هالبلاد. تيمور لينك، جزر القمر على الساحل الشرقي من أفريقيا، وإذا لقيت طيارة توخذك لهناك بتكون بطل ابن بطل. مدغشقر الحرامية من المطار لحد ما ترجع لبيتك. موريتانيا، موزمبيق في أفريقيا، والناس عايفة حالة من الأمراض المنتشرة هناك، فيضانات، إيدز، ملاريا وغير وغيراته. رواندا كمان في أفريقيا. سيشيل جزر في أفريقيا كمان. الصومال، وهي طبعا كذب لأن الصومال تطلب فيزا، يعني حتى إذا بدك تفوت على الصومال صار بدك فيزا. السودان أول شيء كان يسمح للسوريين الجايين من سوريا بالدخول بدون فيزا، بس من كم يوم قرروا إلغاء القرار وصار لازم تقدم على فيزا حتى تدخل على السودان. يعني حتى السودان حتى تفوت لعند حميد وشلته لازم تحصل على فيزا. توغو غرب إفريقيا، أوغندا كمان في إفريقيا، نيجيريا في إفريقيا. يعني حتى تهرب من الجيش السوري لازم تروح لعند بوكو حرام حتى تنفذ بجلدك، هاي إذا نفذت. كمان في بوليفيا، إكوادور، إيران، لبنان، اليمن. وإذا فكرت تلحق المنجزات الجديدة وتروح على أبخازيا مثلا، بصير بدك تأخذ فيزا على روسيا وفيها تروح على أبخازيا لأنها موجودة ضمن روسيا ومو معترف فيها أساسا. وهاي الدول اللي قلناها قبل شوي في كثير منها أصلا ما عاد تسمح لك تفوت بدون فيزا، مثل لبنان وماليزيا وحتى الصومال. وفي بعض الدول أوضاعهم المادية تعيسة جدا ولا تختلف عن الوضع السوري كثيرا، يعني أنت راح تهرب من سوريا في آسيا وتروح على سوريا جديدة في أفريقيا. يعني الجواز السوري راح تدفع رسوم عليه بس مشان تشوفه شخصي بين 270 و715 يورو، وآخر شيء هو فوتك على 29 دولة من دون فيزا. يعني الجواز الأمريكي يسوم 110 دولار، وآخر شيء هن كم دولة اللي ما بتقدر تفوت عليهن بدون فيزا، مثل كوبا، كوريا الشمالية عند المجنون كيم، وإيران عند جماعة العمايم، وتركمانستان وروسيا. مع أنه تحصيل الفيزا للأمريكي لهاي الدول مش صعب كمان. أما الجواز الألماني مثلا بيقدر يسافر لغاية 177 دولة بدون الحاجة لفيزا أو مع فيزا من المطار، وآخر شيء ما بكلفك 60 يورو. يعني الجواز السوري هو الأول في العالم من حيث السعر، وهو الأخير من ناحية عدد الدول اللي ممكن يفوت عليها. طيب أنت قلت أنه ما حسيت أنك محظوظ غير يوم كمشت الجواز السوري. كبر مخك يا رجل، الورقة الوحيدة اللي بحصلها السوري وبحس أنه محظوظ فيها هي شهادة الوفاة. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.